تمام. ولا يهمك. وين هذا فرفور؟ فرفور تعالوا امره. السلام عليكم مشاهدينا الكرام عبر وكالة جي ميديا في هذه النافذة من حاجز كالنديا. إذن مشاهدينا الكرام، نحن نقف على ما يسمى بالمدخل الإنساني على حاجز كالنديا العسكري للنساء والرجال الذين لا يستطيعون المرور من المعابر الأخرى التي سننقل الصورة منها بعد قليل. عديد من النساء أغمي عليهن هنا في على حاجز كالنديا، نساء كبيرات بالعمر. سنضعكم في الصورة، شاهدوا هذه الحاجة. التي لا تقوى على الوقوف تنتظر المرور عبر حاجز كالنديا للوصول إلى المسجد الأقصى في الجمعة الثانية. من رمضان. سنحاول أخذ الصورة أفضل. هذا المدخل المخصص للحالات الإنسانية تم فتحه لجميع الأعمار قبل قليل، حتى إعادة قوات الاحتلال إغلاقه أمام كافة الأعمار الفلسطينية. كما تشاهدون في الصورة، هذه صور المجندات اللواتي حضرن بالسلاح لهذا المكان. غاد عم نقطة هبيش غاد 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 غاد
إذا مشاهدينا الكرام، هكذا يصطف جنود الاحتلال بهذه الطريقة مدججين بالسلاح ويقوموا بمنع النساء من المرور من هذا الممر الخاص وإغلاقه حتى هذه اللحظة. الله يستر بياتكم حبيبي احلى شباب، امي واختك وبنت عمك كلهم بيمركوا، الله يرضى عليكم، رمضان كريم، يوم الجمعه وملان الدنيا نسوان. انت على راسي، شو اقول لك؟ بطبوش في حدا، بس اذا طبوا فيهم بيسكروا معهم. إذا مشاهدينا الكرام، سننتقل بكم الآن إلى مدخل النساء، حيث آلاف النساء يصطفن في طابور طويل لمحاولة المرور في ظل تقييدات الاحتلال لمرور الفلسطينيين على حاجز القرندي العسكري في هذه اللحظات. ابقوا معنا في هذه التغطية عبر وكالة الميديا، سننتقل لكم مشيا على الأقدام وأنتم معنا في هذه الصورة لنريكم. في الجمعة الماضية صلى أكثر من 100,000 فلسطيني صلاة الجمعة رغم تقييدات قوات الاحتلال وإرجاعها لآلاف الفلسطينيين عبر حواجز الضفة الغربية المختلفة. إذا هذا هو مدخل النساء، هذه الصورة. ارمي لي ماي مش ابن كبير. هذا شهادتك.
عادة سلحنا. ايه؟ سلحنا. زلت المشي بقى غلط. إذن هذه هي الصورة من حاجز قرندي العسكري مشاهدينا الكرام، تأتيكم عبر وكالة جي ميديا. آلاف المواطنين الفلسطينيين مروا صباح هذا اليوم على الرغم من التضييقات الكثيرة التي تسبب بها الاحتلال لمحاولة إرجاع المواطنين الفلسطينيين. لأن الآلاف من المواطنين حاضرون هنا للمرور عبر هذا الحاجز والوصول إلى المسجد الأقصى.
نعم نعم. إذن في هذه اللحظات تتساقط قطرات المطر. نعمل زوم على النسمة بتكبر. خلص هان بتكبر. خلص هان. Thank you.